أذكى 7 دول عربية بناء على اختبار الذكاء IQ Test ل 2024، وحتنصدموا مين بالمركز الأول. في المركز السابع مصر أم الدنيا بنسبة 81%. وعملنا سبايدر مان. وفي المركز السادس لبنان يا رح بنسبة 82%. في المركز الخامس سوريا بنسبة 83%. وفي المركز الرابع بتنافسوا فيه دولتين، السعودية والأردن بنسبة 84%. طبعا انتوا عارفين ليش النسبة كثير عالية بالأردن، لأنه أنا موجود فيها. وفي المركز الثالث اليمن بنسبة 85%. أما بالنسبة للمركز رقم 2 دولة الكويت، وقبل ما أحكي لكم عن المركز الأول لا تنسى تعمل اشتراك وتحكي لي تحت بالكومنتات انت من اي دولة. علاوي حبيب قلبي. العراق وبنسبة 87%، وهيك بتكون عرفت